وهاي جاي اصور بدرس برشلونة بعد اشتردون. اهلا وسهلا، السلام عليكم، حياكم الله، شلونكم، شخباركم، حلقة جديدة من تكول. طبعا اليوم ما راح نحكي هواي، اليوم راح نشوف مباراة كلش حلوة خاضها المنتخب العراقي للشباب ضد فريق منتخب الارجنتين. بعشر لاعبين فقط استطاع المنتخب العراقي انه يحقق الانتصار. هسه شلون وكيف؟ صراحة ما اعرف، الموضوع يحتاج دراسة وننبش ملفات قديمة. شلون استطاع المنتخب العراقي انه يواجه المنتخب الارجنتيني ويفوز عليه بهذه النتيجة رغم انه هو مطرود من عنده لاعب؟ العراق يقول لك مو غريبة عليه، اكثر من مرة على اكثر من فريق عالمي واستطاع انه يحرجه. هل نشوف هذه المباراة الان باعتبار انه العراق راح يواجه منتخب الارجنتين؟ هي البطولة الودية اللي راح تقام في السعودية. خلي نشوف هذه المباراة الحلوة الجميلة ونستمتع بها. فعليه يلعبون مناولات سريعه وقصيره، يعني هذه يعني الفرق امريكا اللاتينيه مشهورين بهالطريقه، يعني خفه سرعه سيطره وبعدين مناولات قصيره، ومشهورين ايضا بالضربات الحره. وهذا انذار ايضا من الحكم، انذار تين وانور جسام المدرب اللي قاد الفريق العراقي الى الفوز في المبارتين السابقتين الى راضي شنيشل. عباس عطيه من الفريق العراقي الى غاليغو الحكم التشيكوسلوفاكي، وهذا عباس عطية. ممتاز عباس، وتنقطع من الفريق العراقي. شوف مثلثات ثلاث لاعبين، يقدر يناول أي لاعب يريد. شرار حيدر من الفريق العراقي إلى 12 سمير كاظم نادي الجيش. شرار لعب سريع، مباراة سريعة إلى محمد عبد الحسين، وقريب منه ثلاثة اللي هو عباس عطية، وهذا كارت أحمر إلى اللاعب سليم حسين من الفريق العراقي. والآن الفريق العراقي راح يلعب بعشرة لاعبين، يبدو كان توجيه من مراقب الخط إلى الحكم. وإحنا دا نلعب في الدقيقة 33، على كل بسيطة إن شاء الله العشرة، وراح يصيرون مو 11 لاعب وإنما أكثر من 11 لاعب. كل لاعب هنا لازم هسه الآن يكون لاعبين إلى ثلاث لاعبين. وهذا سعد عبد الحميد المتقدم، هجمة خطرة، الله، خطرة بعشر لاعبين والفريق العراقي ضاغط. مثل ما تدرون يعني الفريق العراقي خسر لاعب يعني في الدقيقة 33 بطرده. تنقطع من ولي، وهذا ليث حسين، يلا ليث بينه بين خمسة اللي هو بوغيو. ليث وعام ممتازة، شوف في الخداع ليث حسين، حول الكرة إلى ولي في جهة اليسار، ولي كريم، ولي، وهذا ليث. ليث حسين يتقدم، ليث خطرة هذه، يتقدم ليث، كرة سعد عبد الحميد وتنقطع الى ضربة زاوية لصالح الفريق العراقي. الاسباني 2-0، وهذا رياض عبد العباس، تنقطع ولا زالت خطرة على مرمى الارجنتين. ساشوني مرة اخرى، وهذا فاول لصالح الفريق الارجنتيني على شرار حيدر، ان تصدر المجموعة، وهذه هجمة لصالح الفريق الارجنتيني ولا زالت خطرة وممتازة كلاتينية. كرة عالية وضربة هدف. المدربين يعني المدرب العراقي وأنور حازم وعادل وقريب من الدكتور سمير سعد الله واحتياط الفريق العراقي، يعني كلهم ساهموا في تحقيق العراق لهذه النتيجة. احنا دقيقة 11 من الشوط الثاني من المباراة، دقيقة 56، وهجمة، الله، هجمة من محمد عبد الحسين لاعب نادي الجيش، شوف تمر بجانب القائم. ليث حسين رقم 10 من الفريق العراقي، ليث ايضا نادي الرشيد، وسعد بجانبه، وهذا رياض عبد العباس شوف يخطف كره جميله تلعب الضربه الحره وترتطم بالجدار العراقي. وهذا سمير، هجمه لصالح العراق، رياض عبد العباس في جهة اليمين بينه وبين سيشوني، وممتازه رياض، هذه هجمه خطره لا زالت خطره. لا الحكم، هذا محمد عبد الحسين الفريق العراقي، محمد عبد الحسين، وهذه خطرة، هجمة خطرة ليث حسين، ليث، ولا زالت خطرة، جول بيده، واعتقد ضربة جزاء لصالح الفريق العراقي،
ليث كرة مرة خشة بالجول، لو بإيده بالجول كان جول، ما يحتسب الحكم ضربة جزاء على كل بما أنه صارت بيده وارتطمت بالعارضة، الحكم احتسب ضربة جزاء لصالح الفريق العراقي. الله مشهد رائع، شوف بإيده وبالعارضة، وكانت هجمة ويعني بالحقيقة مجهود فردي رائع لليث حسين، ذكرنا بالهدف اللي سجله في مباراة العراق وإسبانيا. عندما راوغ خلخل يعني لعب بأعصاب اللاعبين الإسبان وسجل هدف الثاني، الآن ننتظر هدف لصالح العراق من ضربة جزاء. كان هناك ضربة جزاء أولى في هذه البطولة للفريق العراقي أيضا من ليث حسين، لكن الحظ ما حالفه وارتطمت بالقائم، وهذا راضي شنيشل يلعب ضربة الجزاء وإحنا في الدقيقة 23. يتقدم راضي شنيشل، راضي جو 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 لا لا. هدف للعراق، هدف واحد للعراق بعشر لاعبين، وهذا سعد عبد الحميد، واعتقد فاول على ستة كارسيدو. اغويلار، وهذا على كل الحكم يقول اللي هو اغويلار. شوف الثقه، فريق فائز ومنتقل يعني اساسا متصدر، لكن يهجم حتى اللحظه الاخيره من هذه المباراه. ومبروك مبروك عليكم يا شباب العراق لفوزكم في هذا التجمع العالمي الكبير. وهذا عباس عطية، الحكم مش اللعب، عباس كرة، عباس ممتازة، شوف التغطية، شوف إلى راضي شنيشل، ثقة هدوء، الفريق متقدم بهدف، وهذا شرار حيدر، رياض عبد العباس، حكم شوف فائدة لصالح فريق العراق، رياض عبد العباس وتنقطع من 4 دقائق تفصل العراق للانتقال إلى دور الربع النهائي. كوتو من الأرجنتين قريب من محمد عبد الحسين، شوف 3 لاعبين من العراق، شوف الضغط والإسناد ويلعبون بهدوء ويقطعون كرة ويناولون إلى المباراة، يعني نلعب بالدقيقة 90 ولا زال العراق متقدم بهدف مقابل لا شيء. خطرة وممتازة ممتازة، لاحظها مرة أخرى، كرة شوف عماد ساد زاوية ويبعدها، زاوية ممتازة عماد هاشم اللي هو خوزي غاليغو، وصفر الحكم أعزائي المشاهدين. إذن مثل ما شفتوا المنتخب العراقي قدم مباراة كلش كبيرة أمام المنتخب الأرجنتيني للشباب، يعني هذا الجيل الرائع، جيل ليث حسين، راضي شنيشل، ذاك الجيل اللي بعدين استلم المنتخب الوطني واستمر معاه فترة طويلة وحقق وياه إنجازات. أنا أشكركم الشكر الجزيل وأتمنى للعراق مباراة قوية أمام المنتخب الأرجنتيني. أتمنى من عندكم الدعم والاشتراك وترنون الجرس، تخلون إعجاب، تسوي الكومنت، أي شيء حتى شنو، حتى استمر. شكرا جزيلا، في امان الله.